تحياتنا يا جماعة، خير الكلام ما ضل وقال له. ناس مستري راجل والله يفضل كويس، الله يفضل خلاصة بتاعت الثلاثة سنوات. الكلام اللي انا قلته من قلبي ده الخلاصة بتاعت الثلاثة سنوات شط الليلة قبيتهم لكم في الله يفضل. ودي الحقيقة حقتي انا وريتكم لها عديل طخ ما تجامل ما تموت لي فطيس. الله يبدأ انا ما قادر امرك من الله يبدأ، لانه انا عارف الله يبدأ لو ما وصلك هناك واهتميت بالمكالمه الصوتيه دي وضربت ضربه من حديد مسح مسح كسي انت معناته حتموت فطيس وتاني ما تجي تكورك ما تكورك. اضرب الحواضن الاجتماعيه دول زي ما بحرقك زي ما بقتلك زي ما بنتهي منك انتهي منه دمر احرق محرقيقة تنقطع ومحرحيفة تنقطع سمموا الوطن كله ما دار اي بهيمة في دارفور. هسي خليه خميس يكون يوم المعرض ده خليه يدفع لي من 14 مليار بتاع الجمال وجاب الاربع انت شفت اربع طب جو في مخك اربع بتاع شنو الجمال ده الجد احنا ما دارين اي جمال يا زول علي وعلى اداي علي وعلى اداي. اي زول عنده بهيمة من الزرقاء يا جماعة هوي ابعد من محلاتنا يا زول هوي شيل بهايمك وتخارج يا زول هوي والله ان احنا دار نركب راس بعدها. شباب بالله عليك الله امامنا الكبار وكده ده لك الله بس انتوا كم مشيتوا قعدتوا معاهم اسمعوا كلامهم لانه ديل لكن اشتغل بمخك قول له كويس لكن اشتغل انت بمخك انت مخك ده بيخليهم ذاته يبقوا رجال الناس الكبار دي. نحن نشوف قصوا بيناتنا ما نقتتل نهائي شفت خميس ده ياخذ دانا بتاع الاربعين بس والله يا اخي اليهود اشرف منهم واي مستعرب حول المستعربين اليهود اشرف منكم انتم اشرف منكم عشان انا اخذ عليك تخ. انت مفتكر نفسك ابن ادم ولا مفتكر نفسك زول انت؟ انت قايل نفسك زول هسي؟ خلينا يا زول الزول اللي بيقول لك انت زول ده ما انت غش غش روحه يعني انت ما غشيت روحك يا زول انت بنيت ولا شنو؟ ما تعرف انت نحن يعني زي انت حقدت علينا ونحن برضو ما لازم نكون حاقدين عليك واحقد من حقودين ذاته عليك انت. الناس دي يا جماعه اهم حاجه نحن برضو ما نشتغل يا جماعه موضوع حاولوا يا جماعه حاولوا عشان ما ترفعوا علينا ضغطنا. الوطن دي سمموها بهايم لما شفت الوطن ذاته شفتها يعني ظلم ابن ادم لابن ادم الوطن ذاته دارين نخلي السما ذاته شفتها لما يظلم ذاته لما يكب مطر ذاته كويس. فالمهم انا ما داري ارتبط لي فطيس دعوة هنا شغاله لا اتقي الله بتاع انت يا زول حبيبنا انت قلت لقيت اليهودي اشرف منك واشرف من بيتكم انت مفتكر نفسك انت اليهود دي الاشرف انت بتتكلم ساكت انت قال نفسك زول يا زول طيب ابد والله يا زول كرينك هنا ابد كرينك ولا مسترك كرر الدعوه ثاني من جديد في واحد قال لي اليهود الله اكبر عليك يا بني اسرائيل اني فضلتكم للعالمين انسان ربنا فضله لو نطق الشهادتين كان قتل مليون فلسطيني بخش الجنه وانت ناطق الشهادتين ومسلم لكن الان اليهودي اشرف منك لانه السودانيين قاعدين في اسرائيل انت قادر تفرق بين دي وبين دي المسلم للمسلم ضمه حرام وماله حرام وعرضه حرام صح؟ تهاجمني ليه؟ أنا قاعد في محلي في زراعتي لا تجيني لا نجيك موضوع قصير وبسيط جدا لا تجيني ولا نجيك أنا قاعد في محلي أنت ما أنت جيتني أنا ما جيتك أنا ما سألتك زول سألك أمشي له ده ما بندع فيه له من ناسنا ما بندع فيه له لكن أنتوا حول القجر حول الرجل جبارة الدعماء عبيد بتاع الشماليين والشماليين باعوكم جزء من الشماليين عشان ما نعمم الموضوع جزء من الشماليين باعوكم عبيد للسعوديه ودوكم زي الغجر باعوكم
يمني في اليمن عشان ده مش تكتل لليمنيين، وباعوكم هنا في ليبيا يا ولاد الكلاب. ما الليبيين، الليبيين دي طبعا دينهم دين حجر. ما الليبي هنا واحد معرس كلب هناك في السودان بيقول انا عربي، ما تجي من الليبيين تقول لهم انا عربي هنا عشان تتركي. صباح الخير يا ناس تيك توك، أينما كنتم اليوم أجيت أتحدث باللغة العربية البسيطة بتاعت السودان ده عشان الناس يفهموني، لأنه لو أنا اتكلمت لغتي ما في زول يفهمني إلا الزول اللي بيعرف لغتي حتى بعدها يفهمني وكده يعني. بالذات يعني في الناس اللافعتية دي كانوا يتكلموا يعني بيوصلوا رسائل في البلد وكده يعني، بالذات يعني في دارفور هناك يعني. أشكركم جزير الشكر يعني الله فاتيه النشط الناس النضاف ما يشترون وكده يعني، وبالذات أشكرك جزير الشكر يا أحمد كسلة وتمكة وكده يعني، لأنه عملت تقريبا يا أحمد كسلة 500 لاعب ولا 750 لاعب أديل، والناس زي يعني كل مرة قاعد توصل لهم الرسالة، لكن أهلنا الزرقاء أو البلاك أو بلاك بيبل ما قاعدين يفهموا يعني، بالذات يعني إلا الفاس يقع في راسهم حتى بعد يعني يصحوا من النوم يعني. الناس ده قالوا لكم اي زول يشتري سلاح يحمي نفسه، ما تمشي عشان تعتدي لزول وكده، لا لا انت بس اشتري سلاح احمي نفسك، الزول اللي جاء اعتدى عليك انت برضه اعتدوا اليه بمثل ما اعتدى اليك، لانه الله القلق الكره الارضيه زاد قال لك اي زول جاء اعتدى عليك يعني اجقمه وبله ووريه وطفى النور واقتله بيه جداره، العين بالعين والسن بالسن والجروح زاد يعني. ده الكلام ده ما انا قلته، الكلام ده الله قال. تحياتنا، شكرا لك يعني، اشكرك جدا. ايوه تحياتنا. ايوه انا زي الزول زي ده، زول زي ده شفت، زي ده شفت زول افلاطوني زي ده بنفهم. ايوه انا تقعد تتنمايا علي وتتزقط لي يا زول، شفت؟ قوم يا زول يا زول، بندقية ده ما باكل صح؟ ارمي يا زول زي السلطة يا زول، بهايم ده بس انت بس شفت بهايم ده، الارض بتاع بهايم اكتر من الابن ادم، بهايم ده وطتك قلت لك بس خلو جاي امسهم جد يعني قال ابوه خليه يمشي غادي غادي، خليه يمشي الضير ولا يمشي يشوف لهم شغل، يمشي جبال النوبه هناك، جبال النوبه كمان يدقون بغادي ياكلوا البهايم ده كله كوارع هناك. طيب وين المكالمه الصوتيه؟ في ناس طلبوها كثير، انا كررتها قريب 4. والله تعال شوف الزول المنافق ده، برضه رساله مهمه جدا لناس الخرطوم، شوف الزول المنافق ده، بالله شوف الزول المنافق الدجال الحقير ده، شوف الزول المنافق ده. واحد نحن الهيكل عندنا ما بتعني مجموعه ضباط يتم رفضهم ويتم احلالهم بضباط ثانيين، دي اسمها عمليه الاحلال والابدال اللي بتحصل في كل الجيوش في الدنيا، حتى الجيش الامريكي بيعملها، يرفض ناس بيجيب ناس ويبغى لي معايير قوه بيفهمها، دي ما الهيكل المتفق عليها. الهيكل نبدا من وين؟ واحد، عقيدة الجيش. الجيش ده عقيدته شنو؟ هل الجيش ده بتاع مسلمين؟ هل الجيش ده بتاع مسيحيين؟ هل الجيش ده بتاع شوايدة؟ هل الجيش ده بتاع جعاليين؟ هل الجيش ده بتاع السودانيين كلهم؟ هل لازم نوصف العقيدة العسكرية للجيش ده. دي ما بيشتغلوها العساكر براهم. كلنا انا ما تكلمت عن هيكله القوات المسلحه، شوف كثر كيف الكلمه دي نهائيا، تكلمت عن الاصلاح الامني والعسكري، والاصلاح ده اطول في الهيكل. معلش انت تقولي كلامك بطريقتك، لكن انا يعني ما داري شنو بالاصلاح، ما داري اتخذت كلام في لساني، انا ما قلته، انا قلت كلام محدد، قلت الاصلاح الامني والعسكري هذا ما اتفقنا عليه، لم اتحدث عن الهيكل. الهيكل ده موضوع يفهمه العسكريين بطريقتهم. حتى قال هيكل ولا ما قال بين الهيكل والاصلاح؟ معلش جيب زول عسكري خليه يشرح لي. لما انت قلت لي ما قلت لك، لكن بالنسبه لك شنو كنت بتقصد الفرق الماشي للان؟ انا قال ولا ما قال؟ يهودا يهودا قال ولا ما قال؟ واحد، نحن الهيكل عندنا ما بتعني مجموعة ضباط يتم رفضهم ويتم إحلالهم بضباط ثانيين، دي اسمها عملية الإحلال والإبدال اللي بتحصل في كل الجيوش في الدنيا، حتى الجيش الأمريكي بيعملها، بيرفض ناس بيجيب ناس ويبغى لي معايير قوة بيفهمها، دي ما الهيكل المتفق عليها. الهيكل نبدأ من وين؟ واحد، عقيدة الجيش. الجيش ده عقيدته شنو؟ هل الجيش ده بتاع مسلمين؟ هل الجيش ده بتاع مسيحيين؟ هل الجيش ده بتاع شوايده؟ هل الجيش ده بتاع جعاليين؟ هل الجيش ده بتاع السودانيين كلهم؟ هل لازم نوصف العقيده العسكريه للجيش ده. ركز في كلامه. تكلم في الهيكله. دي
ما بيشتغلوا على العساكر براو. ايوه حتى المدنيين كلنا. انا أيوة. تكلمت عن هيكله القوات المسلحه، شوف ما ذكرت الكلمه دي نهائي، تكلمت على الاصلاح الامني والعسكري. والاصلاح ذاتنا في الهيكل. معلش انت تقولي كلامك بطريقتك، لكن انا يعني ما داري تقصد شنو الاصلاح يعني. ما داري اتخذت كلام في لساني، انا ما قلته، انا قلت كلام محدد، قلت الاصلاح الامني والعسكري هذا ما اتفقنا عليه. قالوا ولا ما قال؟ قالوا ولا ما قال؟ الموضوع يفهموا العسكريين بطريقتهم، بفهموا العسكريين بطريقتهم. معلش شفت، شوف شوف شوف، عشان كده الخواجه الله يمرق العافيه من جلده، من دقنه افتي له، تجد تقول كلام الليله بكره بطوه، بقول لك يوم كده قلت كده، تنكروا بجيب لك الفيديو. عليك دينك الزول ده ما ابن حرام. ها؟ قال ولا ما قال؟ قال ولا ما قال؟ شفت؟ عشان كده السقوط ده، شفت الخطاب بتاع حميتي ده؟ كرر لكم الخطاب بتاع حميتي ده. كويس؟ خطاب بتاع، قال لي واحد، قال لي كتب لي، قال لي خايف من الجميل. كويس؟ خطاب بتاع حميتي ده، أن احنا كويس معانا مرة 100%، شفت الخطاب حقه ده؟ بس. ليه قلت لكم ما في زياده؟ اصل الشغل اللي قدموه فوق القدر الجمهوري ده. ما الناس تعمل يوم 25 اكتوبر بجاسم يومين موتوا لهم القدر الجمهوري ده. ليه ما وفروا؟ في ناس فتحوا لهم الكوب جوا القدر الجمهوري. ها؟ فتحوا لهم الكوب ما الناس تعمل مظاهرين ده المظاهرين ده. بيتكلم في النوبه. وبيتكلم في كباشر انه محروق. محروق لما فاطر الخطري وقام وطعن وحنتز في جعبة في المهم تحياتنا. ويقول مظاهر كده وده خيار فقوس، ما ده المظاهر عنده مطالب، وده مظاهر عنده مطالب، ولا كيف؟ اللي حل بعدين يا اخوانا لو داير دول يرجع السودان ده قبل 2018 بيبقى غلطان. انا بقول لكم نصيحه، دي انا يا بعض، انا بقول لك النصيحه، زي ما كان رجع زي ما كان زمان. نصيحه. لازم تكون في مساواه. ايوه. لازم تكون في عداله. قال لك اي زول خط في مخه انه السودان ده يرجع زي 2018 يشيل الكلام ده بره من مخه. لازم نشترك كلنا، لازم نقعد كلنا، يعني جلجويتي كده كده قاعد. كلام